أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت. دائما ما يكون برنامج وطن سبورت مختلف من خلال الضيوف، المحاور، متابعات، أمور كثيرة نتطرق بيها. دائما ما أقول حق الرد مكفول لأي شخص نتطرق باسمه، وليس غايتنا تسقيط شخص على حساب الآخر. أمور كثيرة راح نتطرق بيها، لكن البداية من أهم المتابعات، المتابعة الأولى للأستاذ جواد الجبوري، ومعلومة ممكن أكو تحرك على أعضاء الاتحاد الحالي وربما الإطاحة بهم. نروح نتابع ونرجع. كمرشح سابق لاتحاد الكرة، أنا بدي أسألك عن قضية ازدواجية المناصب. أنت اليوم عضو هيئة عامة ومساعد أمام الناس، أنتم كهيئة عامة شنو موقفكم؟ أنه أكو أعضاء استقالوا وأكو أعضاء لحد الآن ما التزموا بالقانون العراقي. أنا كنت رئيس نادي العلم، أنا الآن جاي ممثل نادي العلم، أنا رئيس فخري، اختاروني بعد أن أول شيء سويت استقالت من إدارة نادي العلم، فزت بالاتحاد الفرعي ورشحت الاتحاد المركزي. لو فايز بالاتحاد المركزي مباشر في نفس اليوم انا اقدم استقالتي من رئاسه الاتحاد الفرعي. بما انه احنا في دوله تحت دستور وقانون، المفروض احنا نحترم الدستور والقانون. مثل ما انا اخذ واكل واشرب من هذه الدوله، المفروض نصدر شيء انا التزم به. فهذا مو صحيح، انا عضو اتحاد مركزي وبنفس الوقت مخلي رجل بالنادي ورجل بالاتحاد، او انا عضو رئيس اتحاد فرعي او مخلي رجل بالاتحاد ورجل بالاتحاد المركزي. هذا امر غير صحيح، والمفروض نوقف عند هذا عدم احترام للقانون العراقي. في ما يحترم القانون العراقي المفروض يتخذ به اجراء ويغادر المنصب الاعلى. كانديه او مو كانديه، كهيئه عام شنو موقفكم؟ يعني انتم حاليا ملتزمين الصمت، مستقبلا اذا ما استقالوا الاعضاء المعنيين عندكم موقف كهيئة عامة ام التفرج هو الموقف الوحيد؟ اذا تقول الهيئة العامة الان صامتة، لا، هناك خلف الكواليس عمل، وقد تشوف سحب ثقة من اعضاء في فترة قريبة. يعني اكو شغل بالهيئة العامة، واكو تواصل، واكو جروب خاص بالهيئة العامة بمجموعة من الهيئة العامة اللي اصلا يجوز ما مقتنعين حتى بعملية الانتخاب وكيف جرت، ما يشتكون ولا يروحون للمحاكم، لكن يتخذون القانون الرسمي وهو سحب الثقة من بعض أعضاء الاتحاد. وهذه موجودة ودا تشتغل عليها مجموعة من أعضاء الهيئة العامة. وهذا الأمر الاتحاد المركزي وجه كتاب يوم 4، وصلنا احنا كاتحادات فرعية انه يجب ان أعضاء الاتحاد الفرعية اصلا يستقيلون من أنديتهم. فهو من يطلب من عندك الاتحاد المركزي المفروض يطبق على نفسه بالبدايه. خلينا نوقف عند مساله حجب الثقه. حجب الثقه فقط بما يتعلق بازدواجيه المناصب، لو اكو اعضاء انتم ما مقتنعين بتواجدهم اليوم. احنا حاليا ما قلت لك في طور عمل، يعني راح يراقبون اي شخص ما راح يكون ضمن مستوى الطموح وتلبيه اداء اللي يحتاج الهيئه العامه بالنسبه للاتحاد المركزي والمنتخبات الوطنيه. تدري شغل الاتحاد المركزي الاهم هو المنتخبات الوطنيه. إذا شافوا ما يلبي الطموح ممكن تحجب الثقة حتى عن الجميع. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التصريح الأستاذ جواد الجبوري. أيضا أروح لتصريح مهم، وهو لرئيس لجنة المسابقات الأستاذ حيدر عوفي. ودائما إحنا نتمنى أنه ماكو تأجيلات بدورينا، والدليل أنه إحنا اليوم جبنا في كل فريق 6 محترفين. شنو الغايه من هاي الست محترفين اللي جبناهم؟ ليش الدوري دا يتاجل؟ البعض يقول لك لان سافر منتخب شباب ومنتخب اولمبي ومنتخب الوطني، لكن بقيه اللاعبين او كل الانديه اليوم لاعبيها بالمنتخب، يعني من وراء 3-4 انديه بالزايد 5 انديه اليوم 15 نادي يتوقف. يعني هذا الشيء ما اعرف يعني ايش وقت يصير له حل. اروح اتابع تصريح رئيس لجنه المسابقات الاستاذ حيدر عوفي وبعدها نرجع. اليوم السؤال اللي يشغل الشارع، ليش تم تاجيل الجوله الرابعه والخامسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عمل لجنه المسابقات يعمل في منظومه اسمها منظومه اتحاد كره القدم. يعني لجنه مسابقات توصي، والقرار الاول والاخير يبقى لمن؟
للمكتب التنفيذي. ارتأى المكتب التنفيذي من خلال هذه يعني الجولة مشاركات منتخباتنا وأهمية المشاركة بالنسبة لاستحقاقنا في كأس العالم مبارتين مهمتين، مشاركات الأولمبي، مشاركات منتخب الشباب، أرجاء هذه الجولة فقط. أما الجولات القادمة سوف تكون يعني شنو استمرار الدوري بدون لاعبي المنتخب الوطني، والقرار الأخير هو طبعا يبقى إلى المكتب التنفيذي. دكتور أنت بكلجنة مسابقات، هاي المشاكل أو هاي الرزنامة مالت المنتخبات كلها كانت قدامكم قبل ما تبدون وانطيتوا حلول للأندية، يا بتعاقدوا 40 لاعب عندكم 6 محترفين يلعبون 4، فأنتم وضعت الحلول اللي قدام كابتن. احنا وضعنا الحلول وخدمناها لهم، وبدليل انه سمحنا لهم انه بست لاعبين محترفين 40 لاعب، لكن قلت لك القرار الأول والأخير يبقى في وين يعني على طاولة المكتب التنفيذي، هو صاحب القرار، هو اللي اتخذ القرار التأجيل. يعني انه التسريبات اللي سمعناها صحيحه انه التاجيل تم من غير موافقه لجنه المسابقه؟ لا لا لا، مو من غير، معذره، احنا نوصي حبيبي، احنا ما عندنا قرار، احنا خلي يفهم الجميع انه احنا ما نضع نفسنا في عرض شنو المكتب التنفيذي، يعني احنا مو بحدنا نشتغل، احنا جهه تابعه لمن؟ للمكتب التنفيذي. تنظيم المسابقه، مواقيتها، مواعيدها نعرضها على اليمن على المكتب، وهو اللي القرار الاخير، هو الذي يرى المصلحه العليا وين يصير هو يقرر. رجعنا ياكم مشاهدينا الكرام، شكرا للأستاذ حيدر عوفي، ونتمنى أنه دورينا يكون بلا تأجيل، وكثير من الأمور نسمع شكل وما يطبق شكل آخر. وإحنا دائما نقول من الصعوبة بهذا البلد أنه يصير دوري منظم. قبل ما أرحب بضيوفي أبارك للمنتخب الأولمبي بالفوز على المنتخب الفلسطيني بأقدام اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 80. مبارك لمنتخبنا الأولمبي في أولى مبارياته بصراحة تحت 23 عام. نتمنى التوفيق لهذا المنتخب، وأكيد هذا حافز لإخوانهم المنتخب الوطني العراقي اللي يوم الخميس راح يخوضون مباراتهم أمام لبنان في الساعة 5:30 بتوقيت بغداد. كل التوفيق لمنتخباتنا، وشيء مفرح اليوم انت من منتخب الاولمبي فايز، ما اقدر اني انتقده او اقول منتخب ما قدم او اقول منتخب مو زين، اليوم خلص اخذ 3 نقاط ما ممكن واحد يتحدث عنه، وهاي اول مباراه للمدرب الجديد وللكادر التدريبي. فاحنا ترى من ننتقد ننتقد، اريد فقط تحققون انتصار. مباشرة أرحب بضيوفي المتواجدين وياي داخل الاستوديو، بداية من مدرب حراس المرمى الكابتن جليل زيدان، حياك الله في أولى إطلالاتك عبر برنامج وطن سبورت. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام وإلى جميع الكادر وإلى الضيف العزيز الأخ الكابتن القدير أحمد دحام. تحياتي لك. أيضا أرحب بالمدرب الكروي الكابتن أحمد دحام، حياك الله كابتن أحمد وشرفتني بتواجدك. حياك الله وتحياتي لك ولجمهورك وإلى الأخ العزيز. حبيبي لعبتوا سوا؟ لا أي يمكن أعتقد والله لعبتوا؟ كبرت مو؟ لعبتوا؟ لعبنا منتخب شباب، منتخب شباب بس إيه ما لعبنا بنفس الفريق. أي. اها اي لا بس عصاتك لعب منتخب وطني، اي وطني وشباب. كانت الفرصه صعبه انه تلعب منتخب شباب ناشئين لو بس بالوطني؟ قال اسيا كنا كابتن. لا هي صعوبه لان كثره النجوم قالوا مواهب النجوم، يعني من كان كابتن جليل كان يا عمر، تحياتنا لعمر احمد، و بالبدايات اسيا كنا بس انا وعمر، كانوا اثنين يعني حراس. تمام. يعني كان من يعني شوف شلون يعني اثنين واكو نجوم، فهم اثنيناتهم يعني اللي كانوا الافضل. يعني نتحدث بهذا الموضوع. أي. لكن حتى حتى بالتصفيات بالمالديف هو موجود كان. التصفيات الاولى والنهائيات، التصفيات والنهائيات الان صعدنا كاس العالم. وشباب منتخب شباب حصلنا على الذهبيه، ورحت وياي منتخب بطني كاس العرب. منتخب وطني رحنا كاس العرب. تمام ابقى وياك، اروح اتابع تصريحات للاعبي منتخبنا الاولمبي بعد المباراه وتحقيق الثلاث نقاط ونرجع.
تحديات في بداية المشوار مهمة، إنك لاعبين كادر تدريبي جديد، تحضيرنا كان متأخر بس الحمد لله وشكر قدرنا نقنع الكادر التدريبي والجماهير العراقية في أول مباراة إنه في بطولة غرب آسيا، بطولة مهمة، بطولة تحضيرية للتصفيات. إن شاء الله نقدم مستوى يليق بنا إحنا كمنتخب أولمبي العراق. إن شاء الله نحضر ونستعد جيدا للمباراة القادمة ضد الإمارات، منتخب الإمارات منتخب قوي مميز محترم، علينا أن نحترمه ونقدم كل شيء في سبيل أنه نطلع بصورة جيدة في هذه البطولة. مبروك لمنتخبنا، هارد لك المنتخب الفلسطيني، أول مباراة رسمية في بطولة غرب آسيا، مثل ما تعرف يعني الأجواء رطوبة ودرجة حرارة عالية، قدمنا مباراة جميلة، مباراة تليق بنا، يعني مثل ما تعرف في هكذا بطولات يعني أهم شيء أن تحصل على 3 نقاط، يعني الأداء يعني الأداء يعني متصاعد أو أداء متنازل، أهم شيء أن تحصل 3 نقاط في هكذا بطولات، يعني مثل ما تعرف دور المجموعات عليك أن تتأهل من دور المجموعات، يعني هاي البطولة إن شاء الله مثل ما تعرف بطولة تحضيرية للتصفيات أمم آسيا، إن شاء الله نكون بصورة تليق بنا إحنا كلاعبين في المباراة القادمة أمام المنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي من الفرق الجيدة، يعني إحنا لاعبين ضده ونعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، إن شاء الله ندخل في كل مباراة بشخصية البطل. أنت مثل ما تعرف يعني المنتخب العراقي له رصيد في هكذا بطولات، إن شاء الله نقدم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير العراقية ونسعد إن شاء الله الكادر التدريبي والجمهور العراقي. شكرا للكابتن أحمد مكنزي والكابتن وقار مبان، ومبروك لكم الفوز. بداية من كابتن أحمد دحام، أول مباراة لبداية الكادر التدريبي، خاضوا معسكرين تدريبيين، كيف تنظر للنتيجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك أنت قلت يعني ما ننتقدهم لأن اليوم فازوا، يعني بالتأكيد نبارك لهم النتيجة، لكن اليوم ما شفنا فريق الأولمبي، شفنا يعني فريق من الدوري حقيقة. يعني احنا اذا انتقدناهم مثل ما حضرتك قلت انه ما عندنا غايات، بس وانما تصحيح الامور، تصحيح بالتأكيد. المسار اليوم انا منتخب اولمبي علي انه اظهر مظهر اللاعب المنتخب يعني المستقبل، فما شفنا يعني من هذا النوع. يعني انت اليوم تشوف منتخب اولمبي تشوف به الرديف للمنتخب الوطني المفروض يكون افضل، يبقى افضل مستوى، يكون افضل مستوى او يعني ادنى من المستوى، لكن اليوم شفنا ويا منتخب فلسطين تحياتنا لهم. وطبعا دائما احنا نقول المباراه الاولى تبين، لكن تبين بمستوى الفريقين. اي يعني اليوم احنا حتى لو متعادلين ومستوانا جيد نقول هاي افتتاحيه وجلس النبض واول مباراه وانسجام، بينما انه انت لعبت مباراتين مع الامارات، لو كان فريق الامارات اليوم لطلعنا بحصيله خساره على المستوى. يعني اليوم فريق الفلسطيني يعني ما نريد ان ننزل من قيمتهم، اليوم خطرنا اكثر من عندنا، يعني احنا الشوط الاول كان عندنا خطر بس بالعارضه وشات، يعني ما كان عندنا لعب وتنسيق من الدفاع الى الوسط الى الهجوم، او تنسيق يعني كلعب، يعني شوف فرديات دائما ما شفنا انه الفرديات تغلب على جميع اللاعبين. يعني اليوم انا عندي حصيله يعني مستعجل بالمشاهده واسوي احصائيه، يعني اغلب اللاعبين اللي يوصلون للجزاء متسرعين وعدم التعاون. طيب احنا يعني لان اول مباراه كابتن احمد دحام، مو هذا نحكي عليها نقول اول مباراه، لكن اكو تحضير اليوم احنا من سمعنا بس ما شفنا، من سمعنا التحضيرات للمنتخب الاولمبي ما شفنا اليوم شيء يعني من التحضيرات اللي مثلا راح لتركيا وراح للامارات طبعاً. وراح معسكر، بعدين انت هذول اللاعبين منين جايبهم؟ جايبهم من رحم الدوري. اذا عندهم يعني عندهم اللياقه، لكن اليوم كسياسه مدرب تحياتنا لهم، يعني احنا ما نريد ان ننتقدهم بعد اكثر حتى لا انه يعني نحبطهم بعد اكثر، لكن اليوم ما شفنا المنتخب الاولمبي حقيقي. يعني حقيقه يعني اليوم ممكن يحتاج لهم اكثر لمسات المدرب عليهم، لانهم ما يحتاج لهم لياقه، يحتاج لهم لمسات المدرب اللي الجديد. يعني انت رحت مع عسكرين تمام، اكيد لازم لمسات المدرب عليها واضحه تمام، وحتى الاختيارات مثلا انا عندي اشكاليه بالاختيارات. رغم انه يعني ممكن لاعبين احتياطهم او مثلا فرقهم اساسيين تقريبا لعبوا كذا مباراه، لكن اليوم من انا يعني اوصل لمنتخب الاولمبي لازم انه هذا اعلى مرتبه،
يعني بعدك مرتبة تصعد، بعد مرتبة واحدة هي تصعد منتخب وطني، وانت سد الفراغات لعلاء عبد الزهرة واحمد ابراهيم. يعني اليوم ما شفنا انه بصراحة منتخب اولمبي حقيقي. تمام كابتن جليل، شاهدت المنتخب الاولمبي، ذكر لك انه خاضوا معسكرين، كمدرب كافية معسكرين للدخول في منافسة بسم الله لمنتخب؟ بالتأكيد يعني تعرف هو ذيك الفترة كانت فترة اختبارات هي، يعني حتى يشاهد اللاعبين عن قرب، وأكيد اللاعبين هي مو من خيارات المدرب، كانت من خيارات المدربين المحليين المساعدين، فبعدين صارت عن قرب يعني في كربلاء وفي تركيا، ومن ثم الانطلاق للإمارات، هناك لعبوا لعبتين تجريبية، كذلك تركيا لعبوا لعبات تجريبية. إذا نتحدث عن المباراة يعني ما اليوم، هو أكيد بالتأكيد صار انطباع عنده المدرب، صار انطباع عنده من خلال اللعبات التجريبية السابقة، بعد ما رجعوا من لعبة الإمارات بالتأكيد رجعوا لأنديتهم، اللاعبين رجعوا لأنديتهم، أكثر اللاعبين تقريبا أكثر من 90% من اللاعبين مالت اليوم اللي لعبوا بالمنتخب الأولمبي هم ليس لاعبين أساسيين في أنديتهم، وهاي مشكلة كبيرة طبعا. يعني تعرف أنت اليوم التواصل في اللعب يخليك دائما بالفورمة. جينا للمباراة اليوم، تأكيد يعني تعرف الفريق قبل يومين راح وتمرن وحدتين تدريبية يعني خفيفة للتحضير، دائما فيه مثل هيك بطولات، المباراة الأولى بالذات، المباراة الأولى تكون بالذات صعبة. تكون لا تكون حساسة يعني على الفريقين، الجانب الأمنة أن تأخذ ثلاث نقاط، اليوم أخذنا على ثلاث نقاط، نبارك المنتخبنا الأولمبي بداية موفقة، تمام، خلتنا في صدارة المجموعة مع المنتخب الإمارات اللي فاز ثلاثة. شاهدت المباراة، شاهدت المباراة الحقيقة، المستوى اللي ظهر عليه اللاعبين اليوم يعني يخلينا قلقين أمام منتخب الإمارات في المباراة القادمة يوم الأربعاء بعد يومين. تمام، أتحدث باختصاصك. نعم، الحارس اليوم كان حسن أحمد، حارس مميز برأي جليل زيدان، بصراحة أخلص منتخبنا الوطني من أكثر من فرصة، كيف شاهدت هذا الحارس؟ شوف الدليل على ذلك هو اليوم أحسن لاعب بالفريقين هو ظهر الحارس حسن أحمد. هاي معناها كان هنالك فرص سانحة للمنتخب الفلسطيني اللي هو مو ذاك الفريق، ذاك الفريق الصعب، فريق عادي جدا، لكن حصل على فرص، لكن كانت هنالك تصديات جميلة من الأبعاد، كرات خطرة من قبل حسن أحمد حارس المرمى اللي كان موفق جدا، وهذا بالتأكيد يعني علامة مبشرة بالخير. هي هاي فائدة المنتخبات، هي الشباب الأولمبي، من هنا نقدر ترفد المنتخبات الوطنية من خلال هؤلاء المنتخبات اللي شاهدنا اليوم. أنا أعتقد يحتاج لهم إلى وقت طويل، لازم خلال المباريات القادمة راح يكونون أفضل، عامل الانسجام من مباراة إلى مباراة راح يكون أفضل. لذلك اليوم إحنا نقول كسبنا في هذه المباراة، كسبنا في هذه المباراة حارس جيد، وإن شاء الله ممكن به مستقبل، نعطي بعض الحارس ما نقدر نقيسه على مباراة واحدة، كان اليوم موفق جدا، لكن في المباريات القادمة عليه، المباراة مع المنتخب الإماراتي خاصة، عليه أن يثبت جدارته أكثر، أن يتمكن الحفاظ على مستواه ويقدم الأكثر، لأن الفريق القادم المنتخب الإماراتي هو فريق مو منتخب فلسطيني اللي لعبناه، فريق اليوم شفناه فريق متطور، فريق يعني يلعب كرة حديثة، فريق تشعر به كأنما هو مو 10 لاعبين داخل الملعب اليوم اللي تشاهد إيه فعلا، لأن تحركات اللاعبين بالكرة ومن غير كرة، فريق يعني يعرف ما يريد، اللاعبين يعرفون ما يريدونه داخل الملعب. لذلك كابتن اليوم فلسطين جيدة، لو احنا كنا يعني مو بالمستوى، لا احنا كنا يعني هنالك كانت اخطاء كثيرة، يعني خاصة بالتسليم الكرات الخاطئة، عدم الصبر، يعني تدري الفوز اليوم، الفوز صح يغطي مهم. السلبيات لا الفوز هو يعني تعرف يجي بصبر، يعني شوف ليش جبت لك مثال على المنتخب الاماراتي، يعني عنده صبر اثناء المباراة، يعني حاز على الكرة كثيرا، عكس منتخبنا اليوم بأقل جهد فزنا في المباراة بفرصة تحويلها من الجانب، لكن بصورة عامة الوضع العام للمنتخب من المفروض أن يكون يؤدون أفضل من كون العناصر الموجودة، عناصر مميزة، العناصر اللي موجودة طبعا جدا مميزة، لا
لكن تحتاج الى الوقت والاستمراريه باللعب. راح يظهرون امكانياتهم بشكل اكبر. تمام. كابتن احمد دحام ذكرت لي انه المباريات اشبه بمباريات الدوري. اليوم من 12 لاعب مغترب تم اختيار لاعبيا اللي هو نديم نادر حارس مرمى وزيدان اقبال اللي هو يلعب برديف مانشستر. برايك من 12 لاعب فعلا لاعبين يستحقون؟ وكيف تنظر للاعب المغترب؟ هل هو اجهز من المحلي؟ احنا مشكلتنا بهذا الموضوع بالمغترب يعني. اها. اذا كان اولمبي واذا شباب واذا وطني. هاي مشكله عندنا احنا. شنو المشكله؟ احنا كلاعب المحلي عقده عده يعني. اها. بس ما نريدها تطفي يعني تاخذ حيز. ليش عنده عقده؟ يعني ممكن يقول لك انا بالدوري هو يجي من هناك من اوروبا وكذا، يعني اكو حسابات ما اعرف يعني، لانه صار لغط كبير عليها ومو حلو هذا الشيء، لان هذا اللاعب المغترب هو دا يجي لمساعدتك، لان هو يعني ممكن دوريه اقوى. اشاهد كلامك اكو قبال للاعب المحلي انه يتواجد اذا كان مميز. ايه؟ نعم يتواجد. نعم. لكن اذا ما كان مميز طبعا، وكان عندنا لاعبين مغتربين خارج العراق اليوم. لبنان على سبيل المثال، لبنان تمام بسيط، كل لاعب المغتربين جابوا بهاي المباراتين، راح نشوفهم راح نشاهدهم. أه. يوم الخميس. اي اذا ماكو هناك معضله، لكن عندنا معضله تصير، يعني مثلا تجيب اللاعب المغترب ما نعرف شنو مستواه، ما نعرف يعني من اللي يستدعي. هذا تحليلك لو معلومه لو تسمح لو شنو؟ لا انا كتحليل والمعلومه. أي. انه احنا ما نعرف عنهم شيء، يعني مثلا جستن وين كان يلعب؟ مثل اقبال عندنا مشاهدات عاليه مثلا بالتلفزيون، نطلع له مباراه مثلا. لا بس اكو لجنه، اللجنه مو كل حديث عليهم، محدث على اللاعبين المغتربين، مو حديث على اللاعب المغترب منتشر. ها الاحاديث تقول لك انه اكو محاربين، الاحاديث تقول لك اللجنه من تقول محاربين، اذا مو زينين. لكن اللجنه لازم تطلع بتقارير وتقارير حول اي لاعب، وجبنا السيديات وجبنا المباراه مالتهم، حتى مقاطع لهم، حتى مو مقاطع يعني. اليوم القنوات كلها تنقل، انقل لنا في المباراه مرتين للاعبين المغتربين، حتى الشارع يقتنع، المدربين تقتنع، حتى ليس اللغط بعد. بس هذا الخلل مو يعني اليوم، الخلل هذا باتحاد يعني، مو اكو لجنه، مو اكو لجنه. أسد مو ذكرت اللجنه، اللجنة عليها انه تسوي لجنة حاليا بالوقت الحاضر. لا ماكو حاليا لجنة، ماكو لجنة قبل يعني. احنا نشاهد اللاعبين المغتربين، شلون نشاهدهم؟ انا اشوفهم شيء، كابتن جليل يشوفهم شيء، وانت تشوفهم شيء، لكن القناعة الرئيسية وين؟ للمدرب نفسه عليه انه. اذا احنا ما نشوفهم المدرب شلون راح يشوفهم؟ لا هو قريب عليهم يعني، طالما انه هو في اوروبا قريب عليهم، الدوريات كلها السويد والدوري الانجليزي كلها قريب عليه. تمام. كابتن جليل رايك؟ دائما المدرب بين قوسين، دائما المدرب هو يختار الافضل مهما تكون وفق قناعته، بس بشرط ان يشوف الجميع. بالتاكيد يعني كانت فرصه معسكر تركيا ان يشاهد جميع اللاعبين، وبالتاكيد هناك كانوا لاعبين هناك ايضا متواجدين. تبقى قناعة المدرب هي أولا وأخيرا. كل الحب والتقدير لجميع اللاعبين العراقيين إخواننا اللي هم بالمهجر، يعني إحنا ما نسميهم مغتربين، هم أيضا لاعبين عراقيين، لكن الظروف شاءت أن يكون بهذا الوضع. لاعبين المحليين لدينا، عندنا كثير من اللاعبين أيضا جيدين. أنا بالنسبة لي ما عندي فكرة كاملة عن اللاعبين المغتربين مثل ما نتحدث إحنا. هسه إحنا كمدربين اليوم نشاهد، أنا ما عندي فكرة واضحة عن كل اللاعبين المغتربين. فأنا أقول من خلال المعسكر، الوقت لا زال مبكر من ضمن أعمارهم المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب، من المفروض أن يتم استدعاء الجميع اللي على الأقل يشوفهم المدرب عن قرب، يعني خلال مباراة تجريبية مبارتين، ممكن أن حتى لا يلقي الحجة على نفس المدرب أو على المشاهد، ممكن استدعاء اللاعبين من ضمن اعمارهم، مثل ما هسه راح نشوف منتخب الشباب ايضا عنده مجموعه اسماء اكثر من 10 12 لاعب راح يشوفهم في معسكر تونس. شنو الضرر؟ لان اشوف جميع اللاعبين. وشنو الضرر؟ انا اشوف جميع اللاعبين اللي بالمنتخب الوطني ايضا. حتى اعطي ماكو مشكله كابتن، بدون لجنه فنيه، لا بدون لا لا انا اريد استفاد، انا اريد استفاد من الكل. اليوم اي لاعب يخدمني، عسى ما يكون فريق كله من الحارس المهاجم وكله من اللاعبين اللي بالمهجر.
شنو هم اللاعبين العراقيين؟ المشكله انه تواقيتهم ويانا، يعني تفريقهم ترى مو بالهين، يعني انظمه محترفه هناك باوروبا، يعني ما يعطيك شوف الا قبل 72 ساعه. لا النظام شو يقول؟ سبعة ايام مباراه دوليه وثلاث ايام مباراه وديه رسميه، يعني مال فيفا الفيفا هذا النظام، ولا ما يفرق لك يا قبل 15 يوم ممكن اكو يعني ما يراد لها، يعني أنا مدرب وأكو مساعدين. نعم. ممكن تروح تذهب هناك تحضر. ليش اللجنة؟ هاي الفترة اللي قاعدين بيها هسه راح يخلصون، هسه راح يخلصون تخلص البطولة أو خلصت المعسكرات. إذا أكو دوريات في أوروبا هاني أسافر هناك وروح أتابع اللاعبين أشاهد مبارياتهم. زين كابتن هذا خلل باللاعب. أنا ما قيس. لا مو خلل باللاعب. لا مو باللاعب. لاعب البرة. لاعب تمام البرة والبالداخل. لا هسه بالداخل كله شوفه. إحنا ليش تعتمد على مقاطع الفيديو اللي ممكن لا يمكن أنا واحد من الناس ما أقتنع بيها إذا ما أشوفه بعيني. أنا هسه اليوم إذا قالوا لي أكو حارس هاي مقاطع فيديو والله ولا باوح. ما تباوع. لا ما باوعها. إذا ما تبا إذا ما تباوع بالحقيقة ممكن أشاهدها بس ما أحكم عليها. زين. لذا لازم أروح أسافر أروح أشوف خلال مباراة واحدة أقدر أعرف هذا الحارس. خلال مباراة. خلال مباراة واحدة. زين لك تصريح إنه قلت بعد جلال ممكن تكون أزمة حراس. مو بس جلال صارت يعني حراسة المرمى إحنا ليش نقول إحنا لازم نهتم بالفئات الأخرى. حتى اللي هسه منين يجيب الوطني منين يجيب من الاولمبي ابو الاولمبي منين يجيب من الشباب والناشئين وهكذا. احنا هاي السلسله مفقوده عندنا صار لها من بعد 2010 لحد هذه اللحظه. من بعد 2010 من ترح جلال مش اولمبي شباب اولمبي ويا فهد طالب ويا علي ياسين ومحمد حميد ما شفنا بعد حراس مثلوا منتخب الشباب وراها مثلوا المنتخب الاولمبي. ممكن الحارس علي كاظم حارس نفط الوسط لكن نريد الاستمراريه. ليش المنتخب يبقى ما بعد جلال هسه اليوم احنا تعرضنا الى ظرف اصابه حارسين تمام زين بقى يعني فهد طالب ويا الحراس الاخرين اللي ما عندهم خبره مباريات دوليه. احنا نريد هذا المركز يعني تصير به ديمومه بعمل يعني مستمر في سبيل حتى يكون رافد اساسي للمنتخب الوطني. كذلك بقيه اللاعبين اليوم ترى ندرة كثيرة ببقية المراكز اليوم نشاهد احنا دليل انه كنا اشكال على بعض المراكز. ايضا انت عندك هما ذرغام مصاب اذا علي لاعبين. عدنان انصاب التبيمة راح احنا عندنا لاعبين كثرة هسه عندنا دفاع يسرى بالعراق عندنا فد 40 واحد بس النوعية من المؤهل من المؤهل للمنتخب وكذلك بقية المراكز. كابتن اكو سياسات اليوم هم كلهم يقول لك المدرب المحلي مدى يخلق للاعب مدى يطور للاعب. تدري ليش؟ اها المدرب المحلي اولا ورا ثلاث لعبات يقيلوه شو يسوي؟ ليش ما يوقع المدرب المحلي ثلاث سنين وسنتين؟ ما عندنا هيك يعني ما عندنا هيك ما حد وقع سنتين بس اللاعب ممكن يوقعوا سنتين لكن اكو سياسات واكو خطط. يعني انت مثل حضرتك هسه تقول لي شنو انا اقول لك شنو السبب؟ خلي يسوون مثل ما تسوي العالم بالتطور بكرة القدم أسوي فيها 13 سنة 14 سنة 15 سنة 16 سنة وتحدث عليها كابتن جليل. زين أنت بدأ تسوي شيء تسوي أنت ما تقطع السلاسل السلسلة تبقى شنو مستمرة. يعني هسه أنت مثلا تقول لي لاعبين يسار انفقدوا عندنا كم لاعبين لكن متسلسلين أنت بالمنتخبات الوطنية. لاعب المنتخب الوطني من الصعب تجيب انه تلعب وتجيب منتخب وطني كابتن. تتفق انه مع ما تحدث به المدير الفني للفريق جون ويتل انه يقول المدرب المحلي العقل مالته عقل التسعينات الفكر التدريبي مالته قديم. يعني شلون استند على شو اسمه على انه فكرنا يقول قديم. يعني حتى من وضحوا انه من خلال المنتخبات الوطنيه يقول ما شاهدنا تطوير بيها. ليش هو احنا من اجانا وطورنا؟ من برك احنا كمدربين اذا هو يعني يتكلم عنه اليوم هو شاهدنا المنتخب. ليش هو بيتطوير المنتخب اليوم الاولمبي مع احتراماتي لهم شنو لمسه المدرب اليوم عليهم؟ لو احدث لك عنه انه انا مو محلل لكن كمدرب انت اليوم كمدرب لا التحليل يختلف عن اليوم. انا كمدرب اشوف انه اليوم فلسطين يلعب على الهجمه المرتده وخطرنا اكثر من 5 مرات. اليوم احنا نلعب 5 هنا و5 هنا وين الربط؟ انا كمدرب لو العب هالشكل كان قال لي وين المستوى؟ لكن كمدرب اجنبي يقول لك لا بعد اراده مده وفتره
زين اذا انت تريد تطورني طورني هسه. هذا منتخب، هذا منتخب اولمبي، هذا منتخب بطني. مرات احنا كنا نروح رادوانا مثلا منتخب بطني، نروح احنا نمثل كشباب نمثل بطولة الخليج. رحنا ليش؟ لان عندنا القابليات كل شيء. اما انت تريد تطور لي وتقول لي مثلا عقليه التسعينات، لا، المدربين المطورين ما شاء الله، والدليل انه دي يطلعون لاعبين محترفين. بشار افضل لاعب بيران، راح اليوم علي حسين، ميمي حسين بالبرتغال، علي عباس وين يعني وين الخلل؟ وين الخلل؟ لكن ظروف اجت على 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 المدرب العراقي. هو المدرب يمكن فسر ترجم الكلام بطريقه خاطئه. انت سالت سؤال حلو هسه قبل شويه على تقول المدرب مدى يطور. مدرب المنتخب الوطني هو شغله يطور لو مدرب خططي؟ مدرب خططي. لان شو وقت يستلم اللاعبين هو؟ يستلمهم قبل 72 ساعة. خلال 72 ساعة. يعني هو هنا راح يدرب كابتن احمد؟ ما راح يدرب. لا ما راح يدرب. زين العمل، العمل الكبير، العمل الكبير. هو ما قصد مدربي الدوري اليوم من نتحدث. ما انتقص من عندهم هو، ما انتقص. ما قصد، مو انتقص. ما قصدهم؟ لا لا، هو ما اعرف بالضبط شنو اللي وضحه يعني، بس هو مو قصده يعني دا ينتقص من عقلية المدربين. المدرب النادي، اليوم مدرب النادي. مدرب النادي ايضا مو ما عنده مجال كثير للتطوير. انت قبل اكو مراحل، هي هنا المشكله، المشكله الرئيسيه. احنا اذا نريد نعد لاعب ما نعد، ما نبني من فوق، صح. ما نبني من فوق. يعني المدرب اليوم مثلا باسم قاسم او راضي الشتيشل او الكابتن احمد دحام هسه وده يدرب بالدوري الممتاز، وهذا يجي اللاعب يفتقر كثير من المهارات الاساسيه والرئيسيه. زين هاي الفترة اللي قبلها، هاي الفترة اللي قبلها اللي مر بيها تدرج بيها، هاي لازم عابرها. انت ما يصير اليوم انت واحد واصل للمتوسطة وتعلمه دار دور، لو ألباء، لو تعلمه جدول الضرب، واصل مراحل هاي المفروض كلها عابرها اليوم، حتى يختصر الوقت، حتى يختصر الوقت. جزئيات غلط، اكو جزئيات كثيرة بيها. هي يفتقدها اللاعب، مو بسبب المدرب الفريق الأول، لا. هسه قال خلينا نسوي فرق 13 14 15 16 وسوينا، بس انت المن تجيب؟ من اللي يشتغل وياهم؟ لازم ابحث عن المدرب اللي قادر ان يطور هؤلاء اللاعبين. هي هاي تخصص كابتن، انا ما اجيب لي ابن عمي وابن خالي بالانديه واجيب لي واحد عاطل عن العمل ايضا اجيبه اشغله، واجيب لي مدرب حراس، مو مدرب حراس والله مجرد ها روح درب هاي الحراس. مو هاي هنا المشكله، هنا المصيبه. انت اليوم هاي الاعمار الصغار هي هاي اللي يحتاج لها، هاي يحتاج لها كوادر على، وجيب لنا مدربين اجانب، جيب لنا مدربين على مستوى عالي اجانب. كابتن جليل، كابتن جليل، اخطر فئه هي هاي، هاي لو شباب الناشئين، لا هاي الاولمبي الصغار، لا الصغار، الصغار اخطر فئه. لانه مقلده، لا انا مو اصعب، وانه مقلده. شو السبب هذا ما وصل بيه اليوم منتخبنا الوطني؟ انه تشاهد اللاعب هاي امكانيته وقف، ماكو تطوير. هسه احنا شاهدنا الاولمبي، ليش المنتخب الوطني؟ المنتخب الوطني مثل ما قال جيلي، اليوم انا كمدرب اطور اللاعب نفسه. شلون اطور؟ بخلال التخطيط، مو التدريب، تخطيط والواجبات اللي اعطيه اياه. اللاعب بهالعمر يتطور كابتن مثل لاعب المنتخب الوطني اليوم يتطور. من يوصل هاي المرحله بعد يوصل لاعب المنتخب الوطني؟ هو ما له حدود اللاعب، اضافه الى ابداع داخل الملعب، يوصل الى ابداع. يعني احنا نحتاج ايضا حتى في الدوري الممتاز يعني مدربين، يعني حتى اساليب اللعب لازم ممكن ان تتوحد او تصير فشيء قريب على اخر في سبيل مصلحه المنتخب الوطني. احنا كثير من المقاومات يمكن ايضا اللي نفتقرها يعني بالانديه، يعني ربما حتى نوبات كثير ايضا بعض ارضيات الملاعب، ولو هسه الان صارت يعني شيء جيد. الادوار الاولى اللي شفناها بالانديه بالدوري، الادوار الاولى اللي شفناها يعني لحد الان احنا بعدنا بالمربع الاول، ما شفنا ارتقاء عالي ومستوى فني عالي بالنسبه للدوري. هاي راح شو وقت يبدي؟ راح يبدي بسبب عدم فتره الاعداد غير كافيه. من الجوله الخامسه، من الجوله السادسه المفروض ترتقي الانديه لاعلى المستويات. اكو موضوع اخر مهم، موضوع المنتخب الاولمبي. احنا اكو شيء جدا مهم حتى للانصاف كابتن احمد، منتخب الاولمبي اليوم قبل بالسابق كنا نشوف احنا المنتخب الاولمبي ولاعب يلعب بالشباب ويلعب بالاولمبي ويلعب بالوطني، الان انفصلت. اليوم ما عندنا، ما نشوف لاعب الاولمبي راح يلعب بالوطني او الوطني يلعب بالاولمبي. كانوا كل اللاعبين يعني تقريبا يلعبون اساسيين بالدرجه الممتازه. هسه نشوف اللاعبين تقريبا اكو شويه قضينا على بعض الامور اللي هي
فتره يعني الاعمار بالنسبه لاعمار اللاعبين. تمام. لذلك صار فصل بين الشباب وبين الوطني. اذا نبقى نشتغل بهاي الفتره ممكن ان نحصل على ما نريد. تمام كابتن. مو انا اريد بس اعطي الجزئيه اللي ينساها جيلي، انه اليوم الدوري 4 نزول، فماكو يعني اكثر هاي يعني انت مثل ما قال جيلي انه طلعت بلقاء سابق قبل اسبوع انه قلت انه توصل للدور السادس يلا يبين انه انت ايش راح تلعب. من يصبر ما تصبر يعني الادارات يقول لك انا راح تنزل 4 شو اسوي، والمدرب نفسه شو يسوي اذا نزول 4؟ مو هاي فقره واحده من الفقرات اللي قالها كابتن انه 4 نزول، اكو مستوى بعد؟ لا طبعا. انت انا مدرب هسه لو انه 4 نزول خارج ملعب يحافظ وداخل ملعب يهاجم. تمام. يعني شو اسوي؟ زين احنا ليش ما نذكر ادارات الانديه؟ ليش نخليها بس براس المدرب؟ لا ما بس يعني انت مثلا مشكلة. ادارات الانديه انتم اليوم من تسمي مدرب ليه؟ يعني المفروض تصبر عليه هسه مثلا خلينا نتعلم من العالم. يعني هي كرة القدم اليوم ممكن اول تعرف انت ادارات الاندية تتأثر بالجماهير. القصد اليوم حتى المدرب ترى ما يقدر يقدم كل ما عنده، ما يتمتع بالعمل بسبب الضغوط كلها تريد تغلب، وهذا ما يصير، هذا ما يجوز. يعني صبر الادارة ماكو كابتن الاول يعني ما تضحي بالمدرب. المدرب يعني هي تبقى بالفعل. ليش دائما هي تضحي بالمدرب؟ هي تبقى المدرب يريد يفوز بأي طريقة. بأي طريقة يريد يفوز بأي طريقة مهما تكون، هذا على حساب الأداء وعلى حساب المتعة على كل شيء، على حساب كرة القدم اللي كلنا من شاهد كرة القدم علينا أن نتمتع بها. وهذا منه بسبب ضغط يعني يجيك هسه الإدارة. بالعكس اكو بعض الإدارات يعني هسه ممكن غير، يعني مثلا كمثال مثلا نشوف نادي الكرخ هسه يعني شوي الضغوطات يعني غير عليها. نادي الزوراء، نادي الزوراء صبورين على الجماهير، على المدرب صبورين جدا على المدرب، يعطوه وقت كافي. وهاي يجب ان تطبق على كل الادارات. انت مو اني لعبتين وغيرت لي مدرب او 4-5 لعبات وغيرت لي مدرب وراح تجيب فكر وراح تطلعها. مو ما تعرف الاسباب كابتن الادارات ما تعرف الاسباب. تجهل هاي اسبابها انه انا من تقيني اليوم انه هاي اسبابها. انت وفرت لي. ليش تقبل تعمل لمده موسم؟ ليش كابتن؟ ليش اللاعب انت توقع سنتين وثلاثه؟ ليش انت توقع موسم؟ ليش اللاعب يتوقع من يكون الضحيه؟ من يكون الضحيه وانت تتوقع بمين؟ من يكون الضحيه؟ ليش وين دوركم؟ مو انت من الضحي بي راح تعطيني كل عقدي. انت لازم تخليك ضحيه. يعني نعطيك 100 اللاعب نعطي 400 و300 بعدال 4 منك اللاعب. مو احنا راح كابتن. احنا راح نروح نبتعد انه الضحيه منه المدرب. انت لو تحميني هذا كله ما يصير. انت لو تحميني وتقول انا الغلطان. ماكو اليوم حمايه للمدرب؟ مستحيل ابد. منو حمى واحد؟ ممكن تغيرت. المفروض انا اتذكر قبل كم يوم كنا يعني كنت احكي حديث انه ب 82 83 المدربين الانديه 12 نادي ولا واحد يغير بهم. تمام. ليش؟ لان الاستقرار موجود. اذا ما يعني حتى تضغط علي اضغط علي، بس اليوم انت تحميني اذا جمهور غضب علي. اليوم نسمي مدرب اكيد من تسمي مدرب للفريق اكيد انت اختاريته وفق قناعه ودراسه. طبعا. تمام لو لا؟ فانت للاسف 12 عضو تقول هذا يقبل ب 100 وهذا. اكو مدربين للاسف يعني بعض المدربين يعني يعرضون نفسهم بشكل لا يوصف، وهذا حتى تقبله كثير من الادارات. يعني مدرب عامل يجيك مدربين اخرين يعني يعرضون نفسهم، مو بس على المدربين حتى الضحيه هو يكون حتى بالاعلام صارت كابتن. والله بعد ما اعرف بكل مكان بكل مؤسسه صارت يعني لذلك هاي النقطه هاي ضعف المدربين. منو ضعفها؟ هي الادارات لو القائمين على الرياضه ايضا لا تقابل. لا اول مره لا كابتن سؤال مهم هاي الضعف يبدي من عندي انا كمدرب. اذا ذكرها هو كابتن جيلي قال لك اكو مدربين انا ضعف. يعني انا هسه حكيت فوضت ويا نادي طلبت مبلغ عالي. اجى غير طلب اقل مني ب 80%. نزل السوق. لا مو نزل السوق، وانا ضعفني انا نفسي. هي مو استغلال ولا ما امكانيتك. تمام كابتن. شويه اتحدث يعني بالدقائق الاخيره عن مباراه منتخبنا الوطني والمنتخب اللبناني. هل هي مباراة صعبة بعد هذا الضغط على منتخبنا والخسارة أمام المنتخب الإيراني؟ إيش تتوقع قادرين في ظل هاي الإصابات في ظل هاي التخبطات كجليل زيدان؟
احنا اليوم واجبنا يعني تعرف يعني طرقت حضرتك اليوم خاصة بتكون فترة قريبة علينا واجبنا الدعم اللامحدود لكل ما نملك بالنسبة للمنتخب الوطني لأن هذه مهمة وطنية وللجميع. منتخبنا الوطني يعني كان هنالك عدم رضا من يعني تقريبا بالإجماع من قبل الشارع الإعلام المدربين على ممكن تغلب وتخسر بس الوضع المقلق كان هو أداء الفريق الفريق كان غير مطمئن وغير يعني ما يبشر بخير. هذا قول احنا التقينا ويا كوريا ويا ايران اليوم راح نلتقي ويا فريق منتخب لبنان. منتخب لبنان يعني احنا هذا تاريخ يقول احنا يعني ما متفوق علينا الكثير بطولة رسمية في ما فايز لحد الان علينا بطولة رسمية ما اعرف ما عندي احصائي لذلك اليوم التعويض اليوم ترى لا زالت الفرصة قائمة بالنسبة للمنتخب الوطني. اليوم انت تفوز على المنتخب اللبناني شوية راح تتنفس الصعداء اليوم راح تحصل لك 3 نقاط وتنتظر مباريات الأخرى على الأقل الجانب المعنوي في المباريات القادمة يرتفع لأن أنت أيضا عندك مباراه بعدها مع المنتخب الإماراتي أيضا اللاعبين المصابين يرجعون ممكن اللاعبين المصابين لن خليها حجة. ها صار كم يوم أنا دا أسمع ودا أقرأ على أبو اللاعبين المصابين يتأثر لا حبيبي ما يتأخر كل اللاعبين المصابين متواجدين هم لاعبين غير أساسيين. كابتن أيمن حسين ما مصاب ميمي مو أساسي كان ذيك اللعبتين ما معتمد عليه المدرب علام هاوي مو لاعب أساسي ميمي مو لاعب أساسي ذيك اللعبتين أحمد إبراهيم محروم علي حرمان عدنان ضرغام من ضرغام أيضا مو لاعب أساسي قصدي ما كانوا لاعبين أساسيين مع كوريا ومع إيران حتى 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 نخليها فتشماعة مسبقة. لا إحنا اليوم المنتخب الوطني من يمتلك لاعبين لازم كل اللاعبين قادرين أن يأدون لأن أنت اليوم مختار في كل مركز مفروض في كل مركز اليوم مختار لك أنت لاعبين اللاعب اللي انصاب تجيب اللاعب الآخر أيضا يصير عندك مركزين. فأمنياتنا للمنتخب الوطني وفرصتنا لا زالت قائمة للوصول إلى يعني لحصد النقاط المباريات يعني اليوم إذا حتى نصعد حتى نتأهل حتى نمشي أنت اليوم أنت الفرق اللي مستوانا نقول أو أقل من عندنا علينا أن نتمكن من الفوز عليها. تمام كابتن انا اتمنى يعني قبل يعني اتمنى المصير قبل مباراه ايران اللي صحيناهم علينا لان الاعلام بعد مباراه كوريا الجنوبيه يعني صعدنا كاس العالم راسا بعد التعادل صعدنا وتفاجئنا بالمستوى ايران من خلال الاعلام هيكليه المنتخب. انت كمدرب انا ليش انتظرت كابتن جليل يكمل حتى اتحدث وياك كمدرب اليوم 3 قلب دفاع 5 ارتكاز هل هاي هيكلية لمنتخب وطني؟ هو شوف احكي لك كسياسة مدرب ممكن هاي انه هي العلاج الوحيد للمنتخب الوطني لكن انت ترجع لي على المباراة اصعب مباراة لبنان ليش؟ لان احنا وياهم نفس المستوى ولا نفس هو جايك من التعادل راح نطي اعلام على المنتخب العراقي بأنه متفوق كل جميع المباريات وأن مباراة لبنان هي الأسهل مباراة وهذا أكبر غلط. مثل ما خلتني أكمل الجزئية أنه مثل مباراة كوريا الجنوبية إجينا وسوينا المنتخب أنه وصل بعد شوية يعني خلاص كأس العالم خلاص حتى إيران بتجيب صارت وتفاجئنا بالمستوى. ليش؟ لأنه إحنا صحينا إيران ولا إيران كان مبهم عندنا ولا إيران كان أنه يقول لك منتخب عراقي هو في حساباته احنا في حساباتنا إيران غلبناها قبل لا نلعب وياها واليوم نفس الشيء. اليوم نحكي على هيكلية مال المنتخب أنه 5-7 هذا هي سياسة هاي كمدرب لكن أشوفها أنا يعني ما أقول لك قريبة بس ممكن نخطر عليها هاي الشغلة. كابتن أحمد الوضع اللي يقلقنا احنا خلال مبارتين سابقتين يعني هي شو اللي قلقنا انت فريق العراقي يعني لعبتين خلال 180 دقيقة 190 دقيقة ويا الوقت الضايع ما عندك فرصة حقيقية وهذا الشيء اللي يقلق. والشيء نقطة مهمة يعني أنا كنت أتمنى خلال هالفترة هاي يعني تواجد المدرب أدفوكات هنا في بغداد ومتابعة اللاعبين بنفسه وهذا أيضا كان يتدافع للاعبين الآخرين الغير مستدعين مع احترامي للإخوان المتواجدين اللي نقلوا له صورة كنت أتمنى يعني تواجد المدرب. باختصار إيش تتوقع نتيجتنا مع لبنان؟ تعادل وراح يكون مو من صالحنا هذا التعادل؟ لا مو من صالح سلبي. تمام حملة المنتخب لا يمثلني أنت معاها لوكي
لا بالعكس انا ضدها. شلون يمثلني منتخب وطني؟ الجمهور يقول لك انا غاضب وانا اريد اليوم اريد افرح اريد ممكن نفقد وطنيتنا يعني؟ اليوم غاضب عليك يعني افقد صداقتك والاشياء اللي سويت لي اياها وهذا وطننا. تمام. يعني هذا من معيب احنا نقول هذا الشيء بعد. تمام. أيوة. تتوقع تعادل؟ تعادل. اريدك تباوع على الشاشه. تمام نروح نتابع ونرجع. صراحة يعني آسفين يعني كابتن بس مصطفى فعلا يعني الكلمة والكلام اللي عليه بعد وقت وتحتاج اليوم وقت مصطفى تحس ابنك اللاعب الحارس اللي كثير عملت معاه ممكن شوية تحكي لي عن مصطفى وفعلا اليوم كنا محتاجي كانت فرصته اليوم الله يرحمه ورحمته الواسعة يعني خسارة الحمد لله وخسارة كان حارس مشروع حارس يعني انظلم اي انظلم اي كان ممكن ان يكون متواجد يعني اكثر من مرة كنت قريب عليه بصراحة عملت معاه كنت يعني ابني هو يعني ابنك وانا قلت لك ابنك ابني يعني هو ابني مو يعني انصدمت بخبر وفاته؟ انصدمت؟ ما فارقته من المستشفى. كابتن جليل اقرب عليه لكن انت ايضا اضربت الدموع. انا اقرب عليه بعد، انا ضربته بنفط ميسان. كنت بنفط الوسط المشكله انا كنت بنفط الوسط. انا ضربته بنفط ميسان يعني 20 سنه كامله. يعني بيدي يماني ويا بال يعني انسان خلوق انسان يعني صاحب همه شهامه إنسان شجاع إنسان يعني انسان بكل معنى الكلمه بكل معنى الكلمه طيب يعني طيب ما بي غلط ماكو غلط اي لكن هاي يعني الحمد لله حارس شكرا. مصطفى كان يستحق التواجد بالمنتخب كابتن احمد اكيد يعني احنا ما نريد نقول الله يرحمه ما نريد نجامله وهذا لكن كان مستواه ياهله كان مستواه ياهله تمام. اروح اتابع اخر صوره بعدها متبكينا كابتن لا بعد ما راح ابكيك راح اضحكك هسه اروح اتابع اخر صوره ومن بعدها نختم هسه لازم نضحك بعد هاي ايش تعني الجليل زيدان وهاي حبيبه قلبي فله انا عند اللحى فله اسمها ضي اشاهدك متحلق بها اكثر من الكل مع العلم عندك وليد شاب اليوم له مستقبل عادي لجين ايضا لجين اصغر من عندها قلت لي البنات حبوبات البنات حبوبات يعني يختلفن حبيبتي هاي الله يخليها لك حمودي خاف يشاهدني ابن الصغير الله يخليهم لك الكبيره ايضا اديان انا حتى كابتن احمد دحام ما ينشرف صفحته مثلك رد تاخذ لي اسرق لي فد صوره فتشيل كابتن احمد دحام يعني ما اتحمل راسا ابكي ما قدرت اي لانه ما قدرت كابتن بصراحه يعني انا حتى عندي صوره للحجيه لك بس بصراحه ما طلعتها قلت المصطفى سعدون بس كابتن احمد دحام بصفحتك ما شاهدت لان ما يصير اقول لك اريد فلان صوره فتمنيت انه اخذ لك فد صوره واتحدث وياك بيها لكن رسالتك الاخيره اتمنى انه يعني
يعم الفرح والأمان ببلدنا. أتمنى هذا الشيء. كرة القدم فعلا هي اللي تفرحنا وتوحدنا. أول شيء يعني كعراقي يعني أحب العراق، أحب بلدي. كرة القدم ممكن أستمتع بها، لكن بلدي أهم من من من, من يعني استمتاعي. إنه أحب بلدي أكثر. أتمنى له إنه يرتقي للمستوى اللي ارتقت به البلدان الأخرى اللي كنا إحنا سابقيهم. وأتمنى الأمن والأمان للعراقيين، و يعني أتمنى إنه حتى من الموت الموت مرتاحين. يعني طولة العمر إلك، وشكرا إلك، وشكرا لتلبية الدعوة. أشكرك. وأنت واحد من المدربين اللي عندك إمكانية، وإن شاء الله جادكم أفضل الأماكن. شكرا لك كابتن جليل. عذرا لكن أنا سؤال أخير، الكثير يسأل إنه جليل زيدان بالشرطة، مخرجنا بس دقيقة، هذا السؤال إنه دائما أسمعه يتكرر، وأنت اليوم مو بالشرطة صح؟ لا، وأنا بعد اعتذاري من نادي نفط ميسان اللي أكون لهم كل التقدير والاحترام. نفط الوسط، نفط الوسط، إدارة نفط الوسط كانت التدريبية حقيقة، يعني ظهرت كثير من الصفحات بين جليل زيدان اللي شلون صور مع الزوراء، ورا فترة جليل زيدان مع الشرطة. لذلك فاني حقيقة يعني تواجهت بهذا الموضوع. ما حتى بالزوراء ولا بالشرطة؟ لا لا بالزوراء ولا بالشرطة حاليا، يعني حاليا مبتعد بالوقت الحاضر. يعني غير ما عندي أي التزام مع أي نادي بالوقت الحاضر، ولكن أتفاجئ نوبات اتصالات تصير من بعض الجماهير يباركولي أو من خلال المسجات يباركولي بفوز نادي الشرطة. أكيد يستاهلون نادي الشرطة، فريق كبير، وكذلك فريق نادي الزوراء تحياتي لهم. لكن أكثر الناس الأغلبية يعرفوا يتصورون أنا عامل يعني حاليا في الوقت الحاضر مع نادي الشرطة. لذلك من منبرك يعني لا أقول ما صار أي اتصال. تمام. وأتمنى للجميع كل التوفيق. شكرا لك. تستاهل، انت تستاهل، تستاهل، تستاهل. منتخب اليوم احسن من نشوفك بالمنتخب لان استحقاقك. امنياتي للمنتخب الوطني يا رب التوفيق، وان شاء الله انا متفائل جدا بهذه المباراه. اقول بس اذا ولو اذا ما سالتني على توقعي، اقول بس اذا ظهرنا، انا اشاهد الاداء، لو ظهرنا بمستوى نص مستوى اللاعبين اللي يملكوه صدقني راح يفوز على لبنان اقل شيء 2-0. زين الكابتن قال تعادل، انت شو تقول؟ انا اقول اذا ظهروا بمستوى لائق راح نفوز 2-0. تمام، انا جدا اشكرك وشكرا لتواجدك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكر موصول للكادر في الكنترول والمخرج حيدر، هذا نبيل طارق، تقبلوا تحياتي، نلتقيكم يوم غد بحلقه جديده ان شاء الله.